عبر الهاتف ايضا الكاتب الصحفي الاستاذ جمال الكشكي رئيس تحرير مجله الاهرام العربي. استاذ جمال اهلا وسهلا بحضرتك. يختلف الاردنيون كما شاءوا في مناطق مختلفه في تفصيلات مختلفه، لكن يبقى الوقوف عند العتبه الملكيه، عند عتبه الديوان الملكي الهاشمي، خطا احمر يتعامل معه الاردنيون باختلاف توجهاتهم ومشاربهم ورؤاهم. من الذي من مصلحته ان يستهدف ضرب هذه العلاقه؟ كل التحيه والتقدير لحضرتك استاذ احمد. خلينا نقول انه هناك استهداف حقيقي للمملكه الاردنيه الهاشميه. لو نظرنا الى يعني الامواج التي مرت بها المنطقه منذ عام 2011 وما يسمى بالربيع العربي، نجد ان هناك يعني موقف ليس على هوى أهل الشر بالثبات واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية وسط منطقة كانت تموج بتغيرات كبرى. الهدف هو زلزلة الاستقرار الذي حدث وزلزلة الأشواط التي قطعتها المنطقة في العودة واسترداد عافيتها. الهدف أيضا هز فكرة مفهوم الدولة الوطنية من جديد. كل ما يقال وما قيل حول جلالة الملك عبد الله الثاني هدف منه النيل من المملكة الأردنية الهاشمية، خاصة أن الملك منذ أن تولى مهمة المملكة عام 1999 وله بصمات واضحة يختلف كما قلت وكما أكدت حضرتك الأردنيين في أشياء كثيرة، لكن يوحدهم الملك، العلاقة بين الملك عبد الله وبين الأردنيين علاقة مختلفة، علاقة ثابتة، علاقة راسخة. عندما تتجول في شوارع الأردن ربما يفاجئك الملك عبد الله وهو يقف ويتحدث مع المواطنين. هناك علاقة إنسانية وشراكة إنسانية بين الملك وبين الأردنيين أنفسهم، وبالتالي هذا لا يرضي أصحاب الأجندات والذين يخططون للفوضى والتخريب. أعتقد أنه ما حدث هو خطوة لمحاولة استئناف الفوضى من جديد، وبالتالي علينا الانتباه إلى ذلك. الديوان الملكي قطع بدقة شديدة جدا في بيان أصدره للرد على ما قيل، ووضع الحروف فوق النقاط جلية. وبالتالي هنا خلينا نقول إنه من يقرأ صفحات الملك عبد الله نجد أنه هناك مرتكزات وطنية مهمة يهتم يضعها في أولوياته، مثل الحفاظ على ثبات الدولة الوطنية، أيضا في الحفاظ على الاهتمام بقضايا مركزية مثل القضية الفلسطينية، أيضا في تبريد الصراعات في المنطقة، أيضا في الشراكة العربية. هل يحاسب على هذه الجهود أستاذ جمال؟ هل يحاسب على مواقفه في كل التحركات التي أشرت إليها حضرتك؟ يعني بالقطع أن هذا ليس على هوى أصحاب هذه المعلومات المغلوطة، وبالتالي هم يحاولون الدخول إلى هذه المملكة من باب تأليب وإثارة الفتنة بين الملك وبين الشعب الأردني، وبالتالي ليس على هواهم استعادة اللحمة العربية بين القادة والزعماء ويعني ومحاولة لبث الفرقة بين الزعماء وتشويه الصورة لخلق حالة قلقلة من جديد وخلق حالة فوضى جديدة. وبالتالي ليس على هواهم انه الخلاص من شبح الصورة السوداء التي عاشتها المنطقة، خاصة انهم يرون ان جغرافيا الأردن وموقعها الجغرافي يعني يستحق التوقف امامه. فعندما نجد ان مثلا على سبيل المثال سوريا دخلت منذ عام 2011 في مشاكل عديده وهي تقع في شمال الاردن، العراق منذ 2003 واحتلاله وهي تقع في شرق الاردن، ورغم ذلك المملكه ثابته وراسخه. استاذ جمال، هو حضرتك اشرت الى قدر من التحصين يعرف العلاقة بين الشعب الأردني وبين العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والأسرة الهاشمية الحاكمة في الأردن. كان يكفي للديوان الملكي أن يصدر بيانا يقول فيه أن كل ما تم إيراده في تلك التقارير هي أرقام مغلوطة وتجافي الواقع، وهذا ربما يكون كافيا في إطار العلاقة التي أشرت حضرتك إليها، لكن أن يأتي البيان
لإشارات تفصيلية مرتبطة باستبدال طائرة من طراز إيرباص 340 بأخرى من طراز جلف ستريم أقل في الحجم أقل في الكلفة وهي المستخدمة الآن، وأنها كانت موروثة الطائرة التي بيعت من الملك حسين إلى نجله الملك عبد الله الثاني. كل هذه التفاصيل بشكل مدقق إلى هذه الدرجة، ما المستهدف من ورائه؟ يعني الدقة تعكس الشفافية وتعكس ثقة الملك في شعبه وتعكس تقدير الملك لشعبه وتعكس رهانات الملك على شعبه، وأن هذه الرسالة تصل بعلم الوصول إلى الشعب وبالتالي يصدقها الشعب ولن تحدث تأثيرا في المجال الحيوي للشعب الأردني، وبالتالي أن العلاقة هنا وفي ظني أن هذه الأقاويل يعني ستزيد دعم الشعب للملك الأردني على عكس ما يتوقعه أصحاب هذه المعلومات أو مصادر هذه المعلومات المغلوطة. وبالتالي هنا يعني خلينا نقول أنه هذه الشائعة وهذه المعلومات المغلوطة لم تعد تمس الأردنيين فقط، ولكنها ربما تكون القطرة التي يعني ربما تنتشر من عاصمة إلى أخرى، وبالتالي علينا هنا أن تكون هناك وقفة حاسمة لتبديد كل هذه الشائعات وتبديد كل هذه المعلومات المغلوطة والوقوف على الحقيقة. فكرة أن الديوان الملكي يصدر هذا البيان بهذه الدقة أؤكد لك أنها ستلقى قبول واسع لدى ومصداقية واسعة وكبيرة لدى الشعب الأردني وستحقق النتائج المرجوة منها، ولا يستطيع أحد أن يعبث في المساحة التي بين الشعب وبين ملك الأردن. أستاذ جمال، على المستوى الصحفي يفهم تماما أن هناك مصادر يمكن أن يحتفظ بها الصحفي لنفسه خصوصا الصحافة الاستقصائية، لكن أن يكون التقرير من مستفتحه إلى منتهاه مجهل، يقول صناع التقرير أو من ورد إليهم التقرير أنه أتانا من بريد إلكتروني مجهول إلى بريد وظيفي مؤمن وأننا قمنا بنشر هذه الأرقام وفق التقرير الذي أرسل إلينا، ألا يثير أي قدر من الشكوك خصوصا وأنها المرة الثالثة أو الرابعة في نحو 9 سنوات التي تنشر فيها ذات الأرقام بصيغ مختلفة؟ يعني من المؤكد أنها تثير شكوك، ومن المؤكد أنها ليست المرة الأولى، ومن المؤكد أنها تندرج تحت فكرة تنظيمات الحروب الإلكترونية والقرصنة وغيرها، وبالتالي لو أن هناك لديهم مصدر حقيقي لكانوا أفصحوا عنه. وأن هذه النوع من المعلومات والاستقصاءات التي يتحدثون عنها بدون مصادر حقيقية تؤكد أنها يعني موجة أو تندرج تحت أمواج صناعة الفوضى وصناعة الإرباك وصناعة الغموض وصناعة الفتنة ليس أكثر، وبالتالي هنا لا يوجد حتى في الصحافة الاستقصائية على في أي مكان في الصحافة في 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 على مستوى العالم أنك لا تشير إلى مصدرك الحقيقي ولا تشير إلى معلومات موثقة، هذا كلام عبثي خصوصا وأنها كما أشرت حق أرقام كررت في أكثر من مناسبة على مدار السنوات الماضية. الأستاذ جمال الكشكي رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي منضما إلينا عبر الهاتف، أنا أشكر انضمام حضرتك إلينا، شكرا جزيلا.